انه الجزائر لو من هنا بعدا احيي الشعب الجزائري على هذه النهضه اللي راض ونجينا بغينا نفخرناهم يعني مع حركه الوعلام الحركات اللي عندنا في المغرب. اولا احنا عندنا في المغرب دائما الشعب كيخرج على مطالب خبزيه. المغاربه مضروبين على كرشوم صاحبي خبزوات هاي الموضوع غالي عليا وهاد المسائل هادي، بينما الجزائريين خرجوا بمطالب سياسيه ازاله هذاك النظام كله، لو سيستيم كله يمشي في حاله. من الاشياء الجميله اللي عجبتني انا في هذا الحراك وهنا كتبين لي الوعي ديال الشعوب، لان لا سيما هضرنا شحال من مره راه الوعي ديال الشعوب هو اللي كيدير الثورات. راه الشعب متخلف ما غيديرش لك ثوره، غيدير لك غير فوضى، وحتى الا دار شي حاجه ثق بيا بان غادي يجيو الخرافيين البراقيين غادي يسحبوها ليه من تحت رجليه وهو حل فمو كيطبل ويزمر من الفوق حافظ على المخزن. بينما الجزائر اليوم صاحبي انا سمعت بعض الفيديوهات ديال الناس اللي كاع المسؤولين كاع ديالهم كتشوف بان اولا حتى من ذاك الرايه الامازيغيه الدرابو الامازيغي ما كاينش، وهذا شيء جميل في حد ذاته. ماشي لان عندي انا شي حاجه ضد الدرابو الامازيغي ولا شي حاجه، ولكن الناس العقلاء راه غادي يفهموا هذا الكلام، لان هذاك الدرابو كيرمز الى تمزغه الكبرى. تمزغه الكبرى راها شاده من مصر الى جزر الكناريا الكناري سما كيما بغيتي تسميها. اذا هنا فاش كتخرج بهذاك الدرابو راه كتعطي واحد الصيغه اخرى لهذاك النضال، وكانه واحد النوع من الانفصال او نوع من سميتو مما يعني كتقدر تعطي الحق حتى للنظام انه يلقى حجه فين يجي يطحنك. وحتى المظهر الديني هذاك المظاهر مع العلم انهم كيخرجوا نهار الجمعه سمعتهم كيقولوا ما خصش يكون يعني مظهر التدين وداك الشيء باش عاوتاني نفس المشكل يعني اللي هضرنا عليه كساسوا من الناحيه الدينيه او من الناحيه العرقيه. دونك هذا كيبي واللي عجبني مازال هو تمت الاستجابه صاحبي. ماشي بحالنا حنايا، حنا الريف كياكل العصا. فينكم ما نقسموا ما نقسموا الا نخونا. اييه خشاو اللي خشاو في الحبس ايوه من المدن الاخرى كتفرج صح. زين في خبر كبرانات واحد المشروع راه داروه ديال الدجاج ولاو كيصدروا رجلين ديال الدجاج لواحد الدوله، ولقيت كاع عندهم انا نوريكم كاع شي تخربيقه اخو ما عرفت اخو ما فهمتهاش انايا حتى هي عاد لقيتها بقيت كنفكر كان زعما والو بروجي راه مزيان زعما الفكره مزيانه هذاك الشيء اللي كيتلاح لي ديشي فهمتيني. انا جبت لك واحد ليماج اصاحبي راه غنتسطى واحد ليماج قال لك اسيدي الريوصه ديال الدجاج حتى هما كيصدروا شكون اللي غياكلو ما عرفت اخو ما انت اخي باش ما تقولش راه كنكذب عليك ولا شي حاجه ولا انت بلاتي نكبروا لك داك الشيء باش يبان لك مزيان انت اخي ديالي شام تشيكن هيد هكا وليدي يا وليا تشيكن هيد بلاتي انا نكبرها لك مزيان باش تشوفها بلاتي اخويا باش ما نبخلوش عليك انت تشيكن هيد برودوي دالجيري 1.99 $. هادو هي المشاريع العملاقة اللي دارو الكبرانات فهمتي. راه دابا يبداو يعطيوهم شوية ديال الريوصة ديال الدجاج والكرعين ديال الدجاج اللي ما خلصوهم راه دوفيز تا هادشي غيولي صدير ديال الله يحصل العوان واشتي هادو والله إلا بلاتي صاحبي تا راه فين هي المشاريع العملاقة صاحبي الريوصة ديال الدجاج مأومبالين تشيكن هيدز بلونجلي عرفت ماشي ريوصة دجاج ريوصة دجاج بالعربية خايبة لا قلت لها تشيكن هيدز يا مان تشيكن هيدز اما بغيت نفهم اش غيديروا بهم واش كياكلوهم ولا اش كيديروا بهم اخويا كيعطيهم للكلاب وعلى مال الكلاب ما عندهمش بغيتي نصور لك سوبر راه عندنا سوبر مارشي الكلاب الا بغيتي نصوروا لكم صوروا لكم تشوفوا الماكله كي دايره
فهمتيني، ها لي كروكيت، ها لي بواط، ها الانواع الاشكال، ها الحجر، والله الا بصح. وتا مشاش صاحبي هكا يعطيهم، ها لو كاناغ، الغزال، الحجل، لو سومون. ورا شفتهم مدوزين واحد الفيديو المسؤولين ديال الكبرانات في الجيري كيدوروا على هذاك. ودابا واحد جاتو الفكره ودار مشروع خدم فيه شي 400 الناس، حيت هما ما يقدروش يخدموا. علاش؟ اي 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 صافي، انت راينا مرتي، انت انا راني مطلق مع هادي عامين ونص. هذاك هو اقصى ما يمكن لك تقول. الجزائري، ولد الكابرال، ولد فرنسا، فهمتي؟ هذاك هو اقصى ما يمكن لك تقول. الجزائري، ولد الكابرال، ولد فرنسا، فهمتي؟ هذاك هو اقصى ما يمكن لك تقول. با بليس كو سا، اش ممكن لك تقول على تاشفين؟ يلا انا تحداك، جيب المخير في الجيريا راه ندير معاه المناظره في السياسه تاع هو، راه نجي نشوف هذاك النظام الكابرانات العقده الثامنه والعاشره، تا ولا بو تخريق دايرين ليه الخروق في الكروسه غاديين به. شوف واش ديمقراطيه ولا شنو هي هذيك تاعي عندكم؟ مازال تدوي صاحبي، مازال تدوي، تقول ليش سير شوف مرتك، انا راه عامين ونص الزياده وانا مخاس، مشات الله عام، راه كل واحد شطريقه، انت باقي عاقل على هي مرتك هذه عامين ونص باغي تلصقها لي بزز، وجي تدوي في السياسه، سير جيب 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 جيبوا لنا جيبوا لي المخير في الكابرانات عندكم، والله تنجرت له تا هو، زيدوا على هذوك اللي غادي نجرت ديال المغرب، اما المغاربه بعدا ما قادين، حتى واحد كلشي كيديرها، الله اجي ندوز الكابرانات تا هما. عرفتي؟ تي بخامي ديفي، جي بينا وجهك اخويا شكون انت يا بعدا، ومرحبا بك، يلاه اجي، وماذا تمثل؟ اش غتقول لينا؟ الجزائر زوينة؟ ها؟ يلاه قول لينا اش غتقول لينا؟ من دابا من دابا يلاه بدا تكتب، اش غتقول لينا؟ لا راه تبون مزيان؟ اشنو عندك حرية الصحافة؟ عندك قضاء مستقل؟ اشنو عندك في ديك الجزائر؟ يلا قول لي قول لي اخو، بغيت نفهم. هذا راه ماشي زويزة. شنو عندك؟ عندك في السلطة؟ أنا نوريك لالجيري، هيا جي تشوف لالجيري، أنا مزوق فيك، هاك هاك أخو هاك. فين هي فين انت راه فين ليما رانا ليما جادر خصني نحط شعار انا ندير لكم لوغو غادي ديال الطرف تي راه في شكلات بصح يا وليدي تشيكن هيدز مشروع تشيكن هيدز ان تشيكن ليكس ليكس ان هيدز ولي 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 عرفتي بلونجلي راه كانت زوينه واعره والله الا انا هادو هما المشاريع هادو هما المشاريع اخويا الجزائري ولد بوكا هادو هما المشاريع اللي دارت لك دوتك فين تخدم الجزائريه دابا غادي يدخلوا من اوروبا صافي غادي يشرقوا الاوراق ديال اوروبا الجزائريه دابا غادي يدخلوا من اوروبا صافي غادي يشرقوا الاوراق ديال اوروبا غادي يقولوا لاوروبا سالينا والديك يا اوروبا حنا نروحوا لوهران نخدموا في تشيكن هيدز ان تشيكن ليكس ديروا لنا شي هوت دوغ هيدز ان ليكس ما كتحشموش اصاحبي راه غيديروا لنا خي اسامه راه غيديروا لنا بحال هكا كنتاكي فرايد تشيكن ماكدونالد غيديروا لنا ماك تشيك ماك هيدس اند ليكس مزيان كنتاكي فراي ليكس هاف يو ايفر ديد يو ايت ات ثم دي ماري بيكا صفر ديالة 16 ديالة غالية عليكم بحال شكل وبنانة خلصي ديالة بغيتو خاوة خاوة جيبو عريانة جيبو تبون يطلب سماحة مني أنا نو نافون اوكان بروبليم افيك لي ماروكان